شو عم تقولي؟ نزل من السما فجأة؟ شو قصدك زيليش؟ مثل التفاحة؟ لا، طيارة ورق. كانت طايرة بالسما وعالية، وفجأة وقعت على الأرض. بس ما فهمت شو يعني هالحلم. واضحة حياتك مثل الطيارة الورق يلي نزلت على الأرض فجأة. وصوته كان حلو كتير. وشو قال لك؟ قال لي زيليش. وشو كمان؟ رجع قال لي زيليش، بس قالها برومانسية. وأنا يلي مفكرتك إنه نايمة من التعب، بس واضح إنه رحتي بأول موعد غرامي بالحلم تبعك. يا بنت قولي لي، أميرك يلي بالحلم كان حلو شي؟ أنا ما قدرت أشوف وشه، كان مثل الجبل، كانت الشمس مبينة من وراه. بالأول كان بعيد، بعدين حسيت إنه صار جوا قلبي، وحط لي تاج ورد على راسي كمان. صح أنا ما شفت وشه أبداً، بس بعرف إنه رح أعرفه وين ما شفته. لك أنتي عن جد غريبة كتير، يعني معقول تحبي رجال ما شفتي إلا بالحلم وبس؟ ممكن ما حتشوفيه إلا بالأحلام أساساً. أمير حلو شخصية ونازل من السما لعندك، وفجأة بتلاقيه صار واقف قدامك. إيه وينه؟ بس لما فقت شفت طيارة ورق، هي صدفة؟ إيه صدفة، بلكي كان في هوا قوي وهو اللي جابها. لك أنا في عاصفة بقلبي يا أصلي، أنتي ما بتعرفي. متأكدة إنه رح يطلع قدامي، ما شفت الطيارة الورق هيك بدون سبب. ليكي أنتي صار لك ساعتين قاعدة هون وعم تحكي عن حلمك، وفي عرس قدامنا مثل الأحلام. ما شاء الله، عرس أي ملك هاد بالله؟ لك نحن ما فينا نشتري طقم فناجين كامل، وليكي العالم كيف بتعمل عرسها؟ معقول يجينا هيك نصيب؟ بيجي يوم بتتحقق الأحلام يا أصلي.